بسم الله، معكم عمر سليم. ان شاء الله هنتكلم على ديزاين اوبشن. ايه ديزاين اوبشن؟ ممكن انا اكون عندي كذا تصميم لاوضه معينه او لمكان معين او كذا فكره، فعايز احطهم كلهم في نفس التصميم بحيث وانا بعرضهم على العميل اقول له والله انا ممكن اعملها بالطريقه الفلانيه بالشكل الفلاني. ممكن مثلا احط كذا نوع من انواع الترابيزات، او احط ترابيزات حاجه قريبه مثلا من الشباك، حاجه تانية تكون بعيده. فعايز يبقى فيه كذا تصميم مش كذا ملف ريفت. يعني في ناس بتروح عاملة كذا ملف ريفت كل واحد فيه الاقتراح معين، لا انا عايز هو نفس الملف الريفت يكون فيه كل الاقتراحات اللي انا عايز اعملها. طيب اعمل الموضوع ده ازاي؟ هاجي من تحت هنا ديزاين اوبشن، بيطلع لي الشاشة بتاعت الديزاين اوبشن ديت، تمام. فبقول له انا عايز اعمل تصميم جديد، وليكن مثلا اللي هو الاوبشن ست ديت، هحط تحتها كذا حاجة. هقول له ده غير الاسم بتاعه وخليه مثلا كيتشن، تمام اوكي. هيبقى عندي هنا في كذا اوبشن، هقول له مثلا حط لي اوبشن كمان اتنين تلاتة، تمام. وكل واحد فيهم هدي له اسم معين. طيب نشوف الموضوع ده هنعمله ازاي. دلوقتي انا حددت كذا واحدة واقول له ايه كلوز. هحدد الحاجة اللي انا عايز اتحكم فيها، وليكن مثلا الترابيزات والكراسي ديت، تمام. وهاجي هنا التو سيت، هقول له الحاجات دي خليهم في الاقتراحات كلها ما عدا رقم أربعة، يعني هيبقى موجود في اوبشن واحد واوبشن اتنين واوبشن تلاتة، اوبشن أربعة لأ، تمام. اوبشن أربعة هفترض إن أنا ما عنديش أصلا ترابيزات، إن أنا أخلي المكان كله واسع زي ما أنت شفت. أنا أروح للعميل أقول له والله بص أنا ممكن أخليك اوبشن واحد بالشكل دوت، ممكن أخليها اوبشن أربعة مفيش ترابيزات وتخلي العيال تلعب جيمز في الحتة ديت. ماشي، تعال نشوف مثلا اوبشن اتنين. اوبشن اتنين انا عندي ترابيزات، خلي بالك كل اللوحة بقت متجمدة فريز، وبقت الشغل اللي انا حددته هو ده اللي اقدر اتحكم فيه. هقول له موف، اروح احرك مثلا الترابيزة دي هنا، اعمل لها روتيت، اغير الطيب بتاعها. يعني الترابيزة دي مثلا ممكن اروح مديها نوع تاني، تمام. اي حاجة بقى انا اخترت مثلا مفيش ترابيزة تانية هنا، ممكن تديها مثلا مقاسات مختلفة. الويتس اخليها مثلا 1900، تمام بالشكل ده. طيب لو رجعنا لاوبشن واحد هنلاقي نفس الكلام ما اثرش عليه. طب اوبشن ثلاثة اقول له حرك لي دول الناحية اللي فوق، تمام. وتقدر تعمل اي حاجة انت عايز، انت عايز تعمل روتيت، عايز تغير فاميلي معينة زي ما انت عايز، تمام. يبقى انا كده لما اروح للعميل هقول له ايه، انا عندي اوبشن واحد بالشكل دوت، عندي اوبشن اتنين بالشكل دوت، عندي اوبشن ثلاثة بالشكل دوت، عندي اوبشن اربعة اللي هو الشغل كله ايه مش هيبقى موجود، تمام. طيب ممكن يبقى عندي كذا تعديل في كذا غرفة. هاجي هنا فينيش اديت، هقول له ايه اوبشن ست، انا عايز واحدة كمان وهنسميها مثلا، اقول له هنا رينيم واقول له ايه ديلينج، اوكي. طب الاوبشن عندي كذا واحد، ممكن اروح حاطط ايه تلاتة هم، تمام. طيب هقول له كلوز وابدا اشوف ايه الحاجة اللي انا عايزها تبقى موجودة هنا. هروح مثلا مختار الحاجات دي كده، تمام، واقول له دي انا عايز اتحكم فيها في الاوبشن. عايزها في الكيتشن؟ لا، عايزها في الدرينج، عايز تبقى موجوده كلها ما عدا في اوبشن 3. طيب اقول له انا عايز اشوف مثلا اوبشن 2. اوبشن 2 هفترض مثلا ان انا اعمل له موفينا. طيب اوبشن 3 مش موجودة. طب اوبشن واحد بالشكل ده، اوبشن تو، تمام. دي الاقتراحات اللي انا هخش اوريها للعميل. طيب بفرض ان هو عجبه اقتراح، اعمل ايه؟ كل اللي انا اعمله ان انا هقول له مثلا الاوبشن تو ديت، تمام، هي دي هقول له انا فينش اديت، هي دي اللي هتبقى البريمري، تمام. هو كان اوبشن واحد هو البريمري، لا ده اوبشن تو هو البريمري، واوبشن 3 في الديلينج هي البريمري، يعني هي دي المفترضه، تمام. خلاص بقى ده البريمري بتاعي، ده الحاجه الافتراضيه
اللي هكمل على الشغل بتاعي، اللي هي ايه، ان مفيش هنا ترابيزات، وان هنا الترابيزه ديت غيرنا الفاميلي بتاعتها ومقاس السايز بتاعها. فدي حاجه كويسه جدا، انا لقيتها بس مش مشروحه، فقلنا نسهلها ان انا ممكن اروح للعميل بكذا اوبشن. ممكن يكون مثلا يكون لسه هنبدا المشروع، فصمم له شكل المبنى من بره بكذا اوبشن بالطريقه اللي شفناها، وادخل له اقول له والله انا عندي كذا اوبشن اهمت، عندي ممكن اروح مسوي لك الارضيه بالشكل ديت، ممكن اعمل لك سقف مايل، ممكن ما احط لكش شجر، احط لك خرابه زي ما انا عايز.